مرحبا، معكم نجيب. علاش كاين البرد في الشتاء وعلاش كاين السخانة في الصيف؟ إلا سحب لك أن السبب هو أن الأرض كتكون قريبة من الشمس في الصيف وبعيدة في الشتاء، فمشيتي غلط. علاش إذا سخون الحال في الصيف علاش كاين البرد في الشتاء؟ علاش الوراق كيطيحوا في الخريف والنوار كيخرج في الربيع؟ وعلاش هادشي كيتكرر ديما بواحد الشكل دوري ومنتظم؟ ديما الشتاء الربيع الصيف الخريف، الشتاء الربيع الصيف الخريف، فهل واحد النوع ديال النبض ولا ديال التنفس عام من بعد عام من بعد عام؟ البشر تسألوا ربما هذه الأسئلة ديما ملي كانوا بشر، ولكن الناس اللي كانوا ديما أقرب للجواب هما الناس اللي كانوا كيهتموا ماشي فقط بالأشياء اللي كترى عندنا هنا في الأرض، ولكن كذلك بالأشياء اللي كترى في السماء. النظام اللي هنا في الأرض مرتبط مباشرة بالنظام اللي الفوق. يمكن من أول الناس اللي اهتموا بالحركة ديال الشمس والنجوم والأجرام اللي في السماء على هذه الأرض هذه هما الأمازيغ القدامى. الأمازيغ كانوا مرتبطين بالشمس والنجوم ماشي فقط حيتاش الحركة ديال هاد الأجرام كان عندها ارتباط مباشر بالمواسم ديال الزراعة والحصاد، ولكن الأمازيغ كان عندهم كذلك ارتباط روحي مع هاد الأجرام. في هذا المخطوط ديال كتاب حلم سيبيو سومنيوم سيبيونيس، الجنرال الروماني سيبيو باش كيتلاقى الملك الامازيغي ماسينيسا كيعنقو وكيشوف الفوق وكيشكر الشمس والنجوم والاجرام الاخرى اللي كاينه في السماء. هذا الارتباط الحميمي اللي كان عند الامازيغ القدماء بالشمس والنجوم كنلقاوه كذلك في واحد العدد هائل ديال المآثر الامازيغيه المنتشره في شمال افريقيا من ليبيا حتى للمغرب. كثير من هذه المآثر كانوا قبور كيتدفنوا فيهم الموتى. هذه المعلمه مثلا في ليبيا اللي كتبان من الفوق على شكل ديال ثقب ديال الساروت ديال الباب، يمكن لكم تزومي عليها في جوجل مابس وتشوفوها بنفسكم، كاين الرابط في الديسكريبسيون ديال هذا الفيديو. ولا مثلا هذه اللي موجوده عندنا في المغرب في الجهه ديال طنطان واللي عندها شكل ديال الحرف في. واحد الباحث فرنسي سميتو ايف غوتيه من مركز ديال سي ان ار اس، هو ومراته كريستين جابوا الصحاري ديال شمال افريقيا كامله، زاروا العشرات من هذه المعلمات وداروا لهم جرد بوحده بوحده. من الاهداف ديالهم كان الدراسه ديال التوجيه ديال هذه القبور حسب الاتجاهات الاربعه: الشرق اللي هو الجهه اللي كتشرق منها الشمس، الغرب الجهه اللي كتغرب فيها الشمس، الشمال والجنوب. السؤال اللي حاول ايف وكريستين غوتيه يجاوبوا عليه هو واش التوجيه ديال هذه القبور عشوائي، يعني متوزعين في جميع الاتجاهات العشوائيه، ولا كيتبع شي نظام معين؟ شنو كانت النتيجه؟ من بين 132 قبر اللي درسوا، الاغلبيه الساحقه ديال هذه القبور كان عندها توجيه نحو الشرق، نحو البلاصه اللي كتشرق منها الشمس. هذا التوجيه نحو الشرق ربما كيشير للطقوس ولا شعائر كانت عند الامازيغ القدامى مرتبطه بالعباده ديال الشمس. إيف غوتيه لقى أن التوجيه ديال هاد القبور في أغلب الأحوال محصور بين البلاصة اللي كتشرق فيها الشمس في الشتاء ولا ما يسمى الانقلاب الشتوي، والبلاصة اللي كتشرق فيها الشمس في الصيف ولا ما يسمى الانقلاب الصيفي. إلا جاكم هادشي معقد شوية ولا هاد المصطلحات أول مرة كتسمعوهم، انقلاب الشتوي انقلاب الصيفي، ما كاين مشكل، يلا غادي نمشيو دابا كاملين بينا غادي نشوفو هادشي تماما بحال اللي شافوه الأمازيغ القدامى في وحدة من أروع الكنوز التاريخية اللي كاينة في المغرب. هاد البلاصة اللي غادي نمشيو ليها ما معروفاش بزاف، ولكنها من أروع المآثر التاريخية اللي كاينة في المغرب. هاد المعلمة هي دائرة ديال الحجر كاينة هنا مخبعة في الشمال ديال المغرب في المنطقة ديال الأصيلة، وشبيهة بدوائر كاينة في أوروبا واللي أشهرها هي الدائرة ديال ستونهنج. الدائرة ديال ستونهنج كترجع ربما حتى لهادي 5000 سنة، كتعتبر كنز وطني وكيجيو يشوفوها أزيد من مليون سائح في العام. وصلنا، مرحبا بكم في الدائرة ديال مزورة. هاد المعلمة ديال مزورة فيها هاد الحجرة كبيرة اللي كتبان هنا في الوسط، كيسميوها الناس هنا الوتد،
الطول ديالها واحد 5 ديال المترو تقريبا، وواحد الدائره كبيره ديال الحجار صغار. في الوسط ديال الدائره كاين واحد الكوديا اللي ربما تبنات في وقت لاحق. البعض كيعتقد ان هذه الكوديا اعتمادا على الكتابات ديال المؤرخ اليوناني القديم فلوتارخوس، كيعتقدوا انها قبر ديال الملك الامازيغي القديم انتيوش اونتي، الابن ديال غايا الهه الارض، وبوسيدون اله البحار في الميثولوجيا الاغريقيه. الملك اونتيوش هو اللي كيتنسب ليه البناء ديال مدينه طنجيس طنجه. الابحاث الاكاديميه حول هذا الموقع مع الاسف ماشي كثيره، والموقع نوعا ما ما تقش منذ الحفريات اللي دار الاسباني دون سيسار لويس دي مونتالبان اثناء الاستعمار الاسباني. هذه الصور اللي خدا مونتالبان اللي حفر الكوديه ديال المزوره باش يقلب على شنو كاين مطمور فيها، ولكن مع الاسف من غير هذه الصور اللي نشرها واحد الحساب غامض مؤخرا في موقع فليكر، على ما يبدو ما كاين حتى شي اثر ديال النتائج ديال الابحاث ديال مونتالبان اللي اختفى عن الانظار اثناء الحكم ديال الجنرال فرانكو في اسبانيا. هذه الحفريات خلت الموقع نوعا ما مشوه، ومن حسن الحظ ان السلطات بنات هذا الجدار حوله في 2004، حيتاش على ما يبدو كانوا بعض الناس اللي كياخذوا الحجر من هذه المعلمه باش يبنيو بها الديور ديالهم. بغض النظر على هذا الشيء، العبقريه ديال الانسان اللي عاش هنا واستطاع يوضع هذا الحجر هنا بهذه الدقه وهذه العنايه الفائقه امر فعلا مبهر. ولو وقفنا في المكان المناسب والوقت المناسب غادي يبان لنا جانب اخر من الروعه ديال هذا المكان. من المركز ديال الدائره الحجره ديال الوتد التوجيه ديالها تقريبا هو نحو الغرب. الشمال كاين على اليمين ديال الوتد، والجنوب كاين على اليسار ديال الوتد. الوتد غادي يبان لنا من هذه النقطه بحال واحد الابره اللي كتحدد لك الشهر اللي انت فيه في السنه على حسب البلاصه فين كتغرب الشمس. الامازيغ القدامى لاحظوا ان البلاصه اللي كتغرب فيها الشمس كتغير من يوم ليوم من شهر لشهر. فصل الشتاء الشمس كتغرب مايله نحو الجنوب، ومع مرور الايام فصل الربيع كتقرب من الوتد، ومن بعد فصل الصيف كتولي تغرب مايله نحو الشمال، وكترجع عاوتاني للوتد فصل الخريف والجنوب فصل الشتاء. هذه سنة تقريبا مشينا المزورة في التاريخ ديال 30 يناير 2016، وبحال اللي كتشوفوا الشمس غربت فعلا ميلة للجهة ديال الجنوب. رجعنا المزورة اليوم في التاريخ ديال 30 مايو، 30 يناير كانت الشمس غربت على اليسار ديال الوتد. اجي نشوفوا اليوم في التاريخ ديال 30 مايو واش من جهة تغرب الشمس. فعلا في مايو الشمس كتغرب على اليمين ديال الوتد، وفي يناير الشمس كتغرب على اليسار ديال الوتد. رائع باش كنتصوروا ان الامازيغ القدماء انبهروا امام نفس الحركه ديال الشمس، نفس التغير ديال الغروب ديال الشمس من فصل لفصل اللي مازال هو نفسه الى اليوم. الحركة ديال الأرض والشمس مازال هي هذيك، ولكن اللي تغير هو الفهم ديالنا لهذه الحركة. الفهم ديالنا تطور بفضل العمل الجماعي ديال مجموعة من الأشخاص اللي عاشوا في أماكن مختلفة، تكلموا لغات مختلفة، اعتنقوا ديانات مختلفة، ولكن كاملين بدون استثناء اشتركوا في نفس هذا الانبهار العميق بالنجوم اللي كان عند هاد الناس اللي بنوا هاد المعلمة واللي طلعوا هاد الحجر. علاش اذا الشمس كتبع هذا النظام؟ باش نفهمو مزيان خصنا نشعلو شي شمس ديالنا هنا في الدار. هذه اذا هي الشمس ديالنا، هذه الارض. بحال اللي كنا شفنا في الفيديو السابق على بدايه شهر رمضان، الا حطينا كاميرا صغيره هنا في الارض الدوران ديال الارض على راسها هو اللي غادي يبان لنا شروق وغروب من الكاميرا. الارض بالاضافه للدوران ديالها على راسها مره في كل 24 ساعه هي كدور كذلك في نفس الوقت دوره على الشمس كل سنه. يعني الا سرعنا الوقت شويه غادي تبان لنا الارض كدور على راسها كدور كدور كدور، وفي نفس الوقت كل ما كيدوزوا الشهور ديال السنه يناير فبراير مارس كل ما كدور على الشمس حتى كترجع للبلاصه فين كانت في شهر يناير وكتعاود تدور دوره جديده. السر وراء الفصول فين كاين؟ كاين في واحد القضيه اللي يمكن ديجا لاحظتوها باش كنت كندور الارض على
الشمس هي ان الارض ما كتدورش واقفه ولكن كتدور مايله حول الشمس. هذا الميلان كنشوفوه هنا في هذه الكره الارضيه اللي عندي هنا. في شهر يناير كتكون الارض دايره بحال هكذا بالنسبه للشمس. النصف الشمالي ديال الكره الارضيه اللي فيه حنا هنا اللي فيه المغرب كيكون مايل بعيد على الشمس، والنصف الجنوبي كيكون مايل قريب من الشمس. لاحظوا انني باش كنت كندور الارض على الشمس ما ميلتش يدي، يعني ما درتش هكذا ولا هكذا، ولكن خليتها مايله بنفس الدرجه. غير هو بشكل طبيعي باش وصلت الارض لشهر 7 ولا النصف الشمالي ديال الكره الارضيه هذه المره هو اللي مايل قريب للشمس، والنصف الجنوبي هو اللي مايل بعيد على الشمس. غادي نلاحظوا ان هذه الاشعه ديال الشمس في شهر يناير كتكون هابطه مايله على النصف الشمالي ديال الكره الارضيه، بينما الاشعه ديال الشمس في شهر يوليوز كتكون هابطه عموديه على النصف الشمالي ديال الكره الارضيه. هذا الشيء هو اللي كيؤدي للاختلاف ديال الكميه ولا ديال التركيز ديال الاشعاع الشمسي اللي كيوصل للمغرب بين فصل الشتاء وبين فصل الصيف. هذا الشيء يمكننا نشوفوه افضل بهذا البيل. لاحظوا معايا ان الاشعه باش كتكون عموديه على شي مساحه كتكون مركزه، ولكن اذا كانت الاشعه مايله بالنسبه للمساحه نفس الاشعه اللي كانت مركزه قبيله كتشتت على مساحه اكبر. شهر 7 كتكون الاشعه عموديه وعندها تركيز اكبر في النصف الشمالي، وهذا الشيء كيؤدي الى الارتفاع ديال درجات الحراره ديال فصل الصيف. هذا الشيء منين كيجي فصل الصيف، بينما نفس هذا المقدار ديال الاشعه كيتشتت على مساحات اوسع في الفصل ديال الشتاء وكيؤدي للانخفاض ديال درجات الحراره. بقى لينا علاش شفنا قبيله في اصيله ان الشمس كتغرب مايله نحو الجنوب في الشتاء وعلاش كتغرب مايله نحو الشمال في الصيف. اجي نشوفوا هذا الشيء مباشره في الكره الارضيه. غادي نقلبوا على المدينه ديال اصيله هنا، غادي نديروا فيها هاد الوتد بحال الوتد ديال معلمه المزوره. بفعل الميلان ديال الارض في فصل الشتاء الشمس اثناء الغروب غادي تكون مايله نحو الجنوب على الشمال ديال الوتد، وفصل الصيف الشمس اثناء الغروب غادي تكون مايله نحو الشمال على اليمين ديال الوتد. هذا هو في هذا الفيديو، نتمنى تكون عجبتكم. بغيت نشكركم على المتابعه ديالكم والمسانده ديالكم للفيديوهات ديال هذه القناه. كنستمتع بكل ثانيه اللي كندوزها في الكتابه والتصوير والمونتاج ديال كل هذه الفيديوهات، ولكن هذا المشروع ما كانش غادي يكون ممكن بدون الدعم ديالكم والرسائل ديالكم. الا بغيتوا تساندوا هذا المشروع كذلك ماديا، يلا درت اليوم واحد الصفحه في الموقع ديال باتريون. الهدف هو ان المشروع يكون عنده موارد اكثر باش نقدروا نديروا فيديوهات بجوده كبيره وبوتيره اكبر، وباش هذه الفيديوهات يوصلوا لعدد اكبر ديال الناس باش حتى هما يتانفكتاو بالعشق ديال العلوم ولا يعاودوا يغوتروفيو العشق ديالهم للعلوم. بالمسانده ديالكم في باتريون غادي تكونوا كتوضعوا لمسه شخصيه ديالكم نتوما في كل فيديو من الفيديوهات القادمه. تفاصيل اكثر موجوده في patreon.com/najibm، وبحال ديما مرحبا بكم في النقاش على فيسبوك. سلامه.